معنا الأستاذ محمود الرفاعي المستشار القانوني المقيم بجدة. أهلا وسهلا سيادة المستشار، أهلا بيك معنا في 90 دقيقة. أهلا وسهلا بيك يا أستاذة بسمة، وأهلا وسهلا بجميع الضيوف اللي مع حضرتك. أهلا وسهلا يا فندم. استفسارك بخصوص القانون يا فندم. هو القانون يعني احنا بنشكر الدولة وبنشكر فخامة الرئيس وبنشكر مجلس الوزراء والسفيرة الجميلة اللي هي وزيرة الهجرة الوزيرة سهى، ان هي فعلا لبت مطالبنا، وده كان احد المطالب اللي احنا بنطالب كنا بنطالب بيه من زمان، ان احنا يبقى فيه احساء للسيارات والجمال. ده كان حلم ليكوا اكيد. حلو لنا، بس النهاردة القانون له مميزات وله بعض السلبيات فيه، ولكن النهاردة احنا طب ايه مميزاته الاول؟ مميزاته ان احنا هنقدر ان احنا ننزل السيارات وندعم بلدنا وندعم اقتصاد بلدنا، يعني نبقى ظهر البلد معاها في اي ازمات او اي ازمات اقتصادية، بالعكس احنا ندعم بلدنا ونقف معاها قلبا وقالبا يعني. طيب انت حضرتك بتطالب بايه في المرحله اللي جايه؟ طيب هي حكايه المطالبه، انا ارجو ان اعاده النظر في القانون فيما يتعلق بثلاث حاجات مهمين. اولا احنا في بعض المصريين اللي موجودين في دول الخليج لما اللي معاهم سيارات واخدينها بنظام التقسيط. اللي واخدينها ايه يا فندم؟ معانا بعض تقسيط المسلمين في دول الخليج، معظمهم واخدين السيارات منتهي بالتمليك. تمام، من نظام التقسيط. فطبعا في ناس مش هتقدر تستفيد من القانون دوت والقانون دوت، يعني عليها حظر بيع. لا عليها حظر بيع، وتاني حاجه عشان انا اقدر وحظر شحن ما تطلعش بره البلد، وانا لازم اسدد ثمنها عشان اقدر انزلها، وانا ما عنديش الامكانيه ان انا اقدر انزلها حاليا. فبالتالي مش هلحق القانون، يبقى انا في جزء كتير فقد الميزه في القانون. رقم اثنين، النهارده انت بتشترط عليا ان انا لازم يكون حساب الوديعه موجود عندي في الحساب البنكي من 3 شهور ماضيه. احنا النهارده لو بصينا على جدول الودائع اللي نازل المبالغ كبيره، فالنهارده استحاله ان في مصريين كتير مش هيقدروا يستفادوا من القانون ده، بس هم ما قالوش هترد انت علي حضرتك. طيب عموما سياده النائب عمرو هندي هيجاوب على الاسئله اللي حضرتك قلتها، ممكن نوضح له. نبدا بحظر الشحن، يعملوا ايه الناس اللي عندها تقسيط وحظر شحن؟ اكيد هو الحكومه هنا ما قالتش ان القانون 4 شهور بس. هو مدته 4 شهور وهينظر بعد كده في ال4 شهور بناء على استجابة المصريين يعني التطبيق التجريبي يعني. بالظبط، فممكن القانون يستمر على طول بعد كده. فمفيش حاجة تقول ان القانون ده 4 شهور ومش هيتم تجديده. دي رقم واحد. بالنسبة لاشتراط 3 شهور يمكن انا اتكلمت فيها من شوية، لا هو ده في مصريين فاهمين الموضوع غلط. هو يكون عنده حساب بنكي وصح، وده دورنا انه نوضح. يكون عنده حساب بنكي مدته يعني على الاقل انا فاتح حساب من 3 شهور حتى لو مفيش فيه فلوس. بس انا فاتح حساب من 3 شهور. ايوه حضرتك عيدها تاني عشان الناس برضو تفهم. حتى لو مفيش فيه فلوس انا فاتح حساب من 3 شهور. بس هو دي ناس كتير حصل لغط فيها. قالك الفلوس موجوده 3 شهور في الحساب، يعني حاجه تثبت انك انت مقيم في الخارج. مقيم في الخارج هو ده الهدف منها. بس طب اللي افرض واحد مثلا ما كانش عايش في الخارج ومرة واحدة حياته انتقل بعد شهر مثلا من تطبيق هذا القانون انه يعيش في الخارج وعنده حساب لمدة 3 شهور، هل من حقه انه يعمل كده؟ طالما عنده حساب خارجي مدة 3 شهور عادي.